إن السلامة على الطرق من المشكلات العالمية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تأثير جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021. استجابة لذلك، ونظراً للحجم الهائل لعمليات شركة تنمية نفط عمان، بدأت الشركة في إحداث نقلة نوعية في مستوى وإجراءات السلامة على الطرق شملت موظفيها والمتعاقدين معها. ومن أهم مبادرات الشركة برنامج درب السلامة الذي انطلق في عام 2022 بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق بالتركيز على الركائز الأساسية لضمان أمان السائقين والمركبات والطرق. ولقد كان للدعم الكبير من إدارة الشركة ومجلس إدارتها دور كبير في تحقيق أهداف برنامج درب السلامة، وهو ما يجسد التزام الشركة بتعزيز سلامة العاملين لديها. ولا شك أن السائقين هم أهم ركن في مجال السلامة على الطرق، لذلك توفر الشركة جلسات توعوية مستمرة لأكثر من 4000 سائق سنوياً لتعزيز ممارسات وسلوكيات السياقة الآمنة. كما جهزت الشركة أسطولها من الحافلات والمركبات الثقيلة بأكثر من 1000 جهاز متطور لرصد حالات الإرهاق وتشتت انتباه السائقين. أما في مجال سلامة المركبات، فتطبق شركة تنمية نفط عمان إجراءات صارمة تشمل الفحص المفاجئ لأكثر من 12,000 مركبة سنوياً للتأكد من امتثالها التام لمعايير السلامة، وإجراء أكثر من 700 اختبار متنقل للفرامل سنوياً للحد من مخاطر الحوادث المتعلقة بها، فضلاً عن تثبيت نظام مراقبة ضغط الإطارات لتعزيز السياقة الوقائية. ولم تغفل منهجية الشركة المتكاملة أهمية تعزيز البنية الأساسية للطرق وصيانتها دورياً لإيجاد ظروف أكثر أماناً للسائقين. وباستخدام البرنامج الدولي لتقييم الطرق، قيمت الشركة 1500 كيلومتر من الطرق، وهو ما يمثل أول تطبيق رسمي لهذا التقييم في سلطنة عمان. ومن ناحية أخرى، تحرص الشركة على تعزيز مستوى السلامة لدى جميع المتعاقدين معها، لأنهم يشكلون ركناً أساسياً في منظومة العمليات الآمنة بالشركة. لذلك تجري الشركة تقييمات دورية لأكثر من 200 شركة متعاقدة لتقييم مستوى امتثالها لنظام إدارة السلامة على الطرق، مع استهداف أكثرها عرضة لمخاطر الطرق. ولقد أدى اعتماد الشركة على التقنيات الحديثة مثل تدشين مركز مراقبة وإدارة الرحلات في عام 2016، وأتمتت اللوحة الإلكترونية لمتابعة الامتثال بمعايير السلامة على الطرق إلى إحداث تحسينات ملموسة في ممارسات السلامة على الطرق. كما تدرك الشركة أهمية نشر ثقافة السلامة على الطرق بين أفراد المجتمع ونشر الممارسات الآمنة. مثالاً على ذلك، إطلاق حملة واحة درب السلامة التي تستهدف سالكي الطريق البري المتوجهين إلى محافظة ظفار خلال موسم الخريف، بالتعاون مع عدة جهات حكومية كشرطة عمان السلطانية، فضلاً عن المشاركة في المعارض والفعاليات المتعلقة بهذا المجال. إن من أبرز إنجازاتنا في عام 2023 هو الارتفاع الكبير في المعدل السنوي للالتزام بقوانين السلامة على الطرق، والذي ارتفع بنسبة 64% في عام 2023 مقارنة بعام 2021، وهو ما يؤكد فعالية مبادرات درب السلامة التي أدت إلى انخفاض الإصابات الخطيرة وعدم وقوع أي حالات وفاة. نحن لا نرى السلامة على الطرق مجرد هدف محدد بزمان ومكان، بل هو رحلة مستمرة نبذل قصارى جهدنا لبلوغ غاياتها. يجسد برنامج درب السلامة التزامنا وعزمنا على إذلال كل التحديات لإرسال الجميع إلى ذويهم وأحبابهم آمنين. شركة تنمية نفط عمان، فخورون بخدمة عمان.